معاكم مرة تانية على الهواء مباشرة في صفحة جديدة النهاردة، وموضوعنا الأساسي في فقرتنا دلوقتي عن قانون التظاهر. كنا اتكلمنا عن المؤتمر اللي قدمه وزير الداخلية، واتكلم فيه عن قانون التظاهر الجزء أو الشق الخاص بقانون التظاهر بالتحديد، واتكلمنا في تفصيلاته. وقلنا من شوية في فقرة الأخبار إن امبارح كانت أول إخطار راح لاسم الدقي تحديدا، اختار بالتظاهر عن تظاهرة هيقوم بها مجموعة من الشباب، يعني شباب القوى الثورية، إنجاز التسمية يعني، في الفترة القادمة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. وزارة الداخلية بدورها المفترض أنها بتدرس هذا الإخطار، وبتدرس المواصفات والشروط اللي هي طلبت أنها تختار بيها قبل قيام التظاهرة أو الموكب أو المناسبة اللي بيتم فيها التجمهر أو التظاهر، بمجموعة من المواصفات القانون أقرها ومجموعة من العقوبات القانون أيضا أقرها. البعض مؤيد المسألة وشايف أن الفترة الآن والحالة الأمنية والسياسية في الشارع المصري في حاجة إلى مثل هكذا قانون ينظم التظاهر، حتى من تسميته هو قانون تنظيم حق التظاهر، فهو إذن لا ينكر الحق ولا ينفيه، هو بيقره من ضمن حتى صياغة مسمى القانون، ولكن هو أيضا بينظمه. إذن هو المسألة على المستوى الحقوقي بداية في أرضية نقدر نتكلم عليها أو نتكلم من خلالها ما بين الشق الأمني والشق الحقوقي، وهو ده بالظبط اللي معانا النهاردة. بيشرفنا بالحضور سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم. وبيشرفنا بالحضور الأستاذ محمد زارع الناشط الحقوقي، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. تيجي نبتدي من الاعتراض؟ تمام، يلا عشان ندخل في صلب المسألة. إيه قرينا النهاردة من ضمن الأخبار، كان هناك من المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتراض على قانون التظاهر بالتحديد، وقالوا وصدر عنه بيان إن قيل فيه إنه لم يؤخذ برأي المجلس. وفي نفس سياق الخبر الحقيقة كان في تناقض ما في التصريح، أنا وجدت إن في تناقض ما في التصريح، لأن التصريح بيقول لم يؤخذ برأي المجلس في مواصفات القانون، وفي الوقت نفسه تم الأخذ في الاعتبار بالملاحظة اللي أبداها المجلس بخصوص حظر أو منع التظاهر أو الاستخدام السياسي بالأحرى أيا كان لدور العبادة. فإزاي لم يؤخذ برأي المجلس، وإزاي تم الأخذ بملاحظة زي دي الخاصة بعدم الاستخدام السياسي سلبا أو إيجابا لأي من دور العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للمجلس ما أقدرش أتكلم باسمه، لكن على حسب معلوماتي أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم خطاب للسيد رئيس الوزراء، قال فيه 14 ملاحظة في الصياغة، كانت صياغة مبدئية للقانون. أتصور أن هم استجابوا في نقطة ليه خاصة بدور العبادة، لكن ربما في 13 نقطة أخرى القانون لم يتم تداركها أو يتم تعديلها. ال 13 مآخذ حضرتك أنت شخصيا كحقوقي كلهم برضو متفق معاهم في المآخذ؟ لا، أنا ما اطلعتش على الخطاب بالكامل، بس أنا بفسر اللي أنت قلتيه. تمام. قانون التظاهر، ما فيش بلد في الدنيا اللي ما فيها قانون التظاهر. جمهورية مصر العربية فيها أكتر من قانون بينظموا التظاهر والتجمهر والاجتماعات العامة، وقوانين موجودة يعني هتلاقيها في ديباجة هذا القانون، القانون سنة 10 لسنة 14 و14 لسنة 23، يعني عندنا قوانين بتنظم التظاهر. احنا عندنا فعلا مشكلة، احنا محتاجين ننظم التظاهر، ومحتاجين ان الناس تقعد مع بعض تتفق على قانون، خاصة انه ها يعني القانون اللي طلع دوت ما هوش قانون تظاهر بس، ده لو قرينا العنوان بتاعه هلاقيه بيتكلم على القانون رقم 107 لسنة 13 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. يعني هو بيتكلم على كل الحقوق السلمية اللي ممكن يتمتع بها مواطن، ما هي السياسة بس. ده بيتكلم على الاجتماعات العامة اللي ممكن يعملها عمال، الاجتماعات العامة اللي ممكن يعملها أحزاب سياسية، الاجتماعات العامة ممكن تعملها قوى مدنية، المواكب اللي ممكن يعملها واحد نازل في مجلس الشعب، المواكب اللي ممكن أحد يكون رايح يتجوز،
هو منعهم القانون، منعهم كل دول. القانون نظم كل نظم كل هو اشياء. هو القانون اسمه كده يا فندم، هو نظم كل الاشياء. انا بس يعني انا يعني هو سؤال استنجابي. ما هو انا ممكن انظم الحق واحط عدد من الشروط لدرجه انه يبقى استحاله الحدوث. طب جميل، ندخل في الشروط اللي هي التعجيزيه في رايك، مش كده؟ تمام، موافق على تسميتها بالشكل ده. الشروط صعبه التحقيق، يعني انا الشروط صعبه التحقيق زي ايه يا فندم؟ يعني عشان سياده اللواء برضه رد معايا. اول شيء سياده اللواء، الملاحظه اللي قالها المجلس القومي لحقوق الانسان دي غايه في الاهميه. لان المجلس القومي لحقوق الانسان ده مجلس شبه حكومي، الدوله هي اللي اختارته ان يديها استشارات، واختارت عدد من اهم الشخصيات في كل المجالات في مصر كانت في هذا المجلس، 27 عضو، 25 عضو ورئيس والنائب. لما المجلس القومي لحقوق الانسان، مش هقول لك بقى منظمه حقوقيه ولا صحفيين ولا محامين، لا بتكلم على المجلس القومي اللي هو الاستشاري للدوله، لما يقدم توصيات انا كنت اظن ان الدوله لازم تاخدها بعين الاعتبار، ده رقم واحد. معنى ان الدوله تجاهلت المجلس القومي لحقوق الانسان، لابد كمان ان احنا نستشف ان الدوله ما عملتش اي حوار مجتمعي مع المجتمع بالكامل، وقررت انها تمضي في هذا القانون بشكل منفرد وبعقل ماشي في اتجاه انه هذا القانون اللي هيقف العنف والارهاب في مصر، رغم ان العنف والارهاب في مصر ما لهمش صله من قريب او بعيد بهذا القانون. الارهاب والعنف اللي موجود، لا خلينا نتكلم في نقطه نقطه ارجوك. طيب، بدايه حضرتك معترض على ان القانون تم اصداره تمام دون الخوض في دون تشاور مع المجتمع المدني، من غير حوار مجتمعي. صحيح، تمام، صحيح. يعني دي نقطه اساسيه بالنسبه لحضرتك. طبعا ده طيب. لحظه واحده سياده اللواء، حضرتك ك يعني والسيد رئيس الوزراء، حضرتك شايف، معلش حضرتك شايف ان اصدار قانون عموما شرط لي انه يخضع اولا لحوار مجتمعي؟ لا يا فندم، هو القانون اساسا ده قانون تنظيم حق، تنظم اي حق من حقوق المواطن بينظمها قانون. دلوقتي النهارده لما اجي انا عملت هذا القانون، دوله رات ان الشارع المصري دلوقتي اصبح فيه ظواهر جديده على الشارع المصري. قانون التظاهر ما موجود من فتره، لكن الافرازات بتاعه الفتره الحاليه من 25 يناير وكلام من ده، اعتصامات فترات طويله، تظاهرات بصفه مستمره سنة حكم الاخوان نهار. يعني عاوز اقول لحضرتك يعني ان يعني عاوز دلوقتي اقول ان احنا في مرحله انتقاليه، عاوزين ننتقد دلوقتي بالبلد، لابد ان ننتقد البلد بتاعتنا من ابر الامان. كويس، نقعد نتكلم في هذا الموضوع كثيرا. احنا اصبحنا دلوقتي الجدل بقى سمه من سمات الفتره ديت، الجدل الكثير يعني. لكن دلوقتي احنا انا واحد من الناس كمواطن مصري عاوز احس ان انا يعني الفتره دي لازم ننتقم منها، لازم نعديها ايا كان. ولما لما المركب تستقر بامان نعيد برضك ترتيب اوراقنا مره اخرى. لكن دلوقتي لازم البلد، لازم الشارع ينضبط، انضباط الشارع ده بينعكس على السياحه، بينعكس على الامن، على المواطن نفسه، حياته واحتياجاته. المواطن عاوز يا فندم ارجع لي ارجوك تاني للنقطه دي. هل هناك شرط بان القانون قبل اصداره، مش قانون التظاهر، اي قانون عموما، المفترض انه يمر بحوار مجتمعي؟ لا يا فندم، مش شرط يمر بحوار مجتمعي، لكن هو اذا كان المجتمع في حاجه اليه نعمله. يعني هو النهارده رئيس الوزراء لما عرض قانون التظاهر الحوار المجتمعي لمده اسبوعين، لان كانت دي رغبه القوى السياسيه ان هو يخش لمده اسبوعين عشان نصدره. وهو تأجل إصدار القانون فترة يعني. فعاوز أقول لحضرتك، لكن أصبح في حاجة ملحة النهاردة، عندنا تظاهرات دلوقتي بقت عاملة زي الظواهر، بقت ظاهرة التظاهر، بقت ظاهرة التظاهر، تظاهر في كل وقت وفي كل مكان وفي بالليل وبالنهار. لا، البلد يعني مش كده يعني. وأنا مش بقول هذا القانون بقى يعني الجماعة المنظمات والحاجات دي كلها، طب ما قلنا إزاي نطلع بالبلد بره الأمان؟ يعني أنا هذا الصبح سألت في حوار مع قياده من قيادات حزب 6 ابريل، قلت له ايه اللي انت شايفه مناسب لعوده انضباط للشارع؟ يعني انت النهارده بتعترض على القانون ده وقدمت طلب اسمه قصر النيل عشان تتظاهر بدون التحرير، وانت بتعترض على القانون، طب انت ازاي ننظم الحركه؟ ازاي يتم ضبط الشارع؟ قول لي ايه رؤيتك انت ضبط الشارع؟ يعني النهارده يقول لك العنف من غياب الشرطه، هل الشرطه بتتجه للعنف؟ عمر الشرطه ما كانت تجي للعنف لا. خلينا ماشيين في خط بس حضرتك بعد اذنك. دلوقتي حضرتك يا فندم ذكرت سبب
مهم وأساسي في رأيك، وهو كثرة التظاهرات. التظاهرات كتير حضرتك، يعني بما معناه إن عمال على بطال تظاهرات. لكن هل ده اللي مثلا، طب ما هو ده كان حاصل طوال سنة وشوية قبل سنة العام حكم الإخوان، هذا العام الأسود اللي مش هيعدي على مصر أسوأ منه بأمر الله، اللي كان مصر فيه تحت الاحتلال الإخواني، يعني عايزين نقول القانون التظاهر جاء بعد العام ده علشان تظاهرات الجامعة المحظورة تظاهرات مسلحة، مش كده يا أستاذ محمد؟ لا دي مش تظاهرات يا فندم، أنا متحفظ على كده. دي مجموعة جرائم بترتكب على الأرض. ده حضرتك اللي بتقول. لا مش أنا، قانون العقوبات اللي بيقول كده. وسيادة اللواء راجل محامي ويقدر يعني يصحح لي. اللي بيحدث في شوارع مصر دي مجموعة جرائم. ناس بتحرق، ناس بتقتل، ناس بتكسر، ناس بتقتحم أماكن، ناس بتفجر عبوات، دي كلها مجموعة جرائم. زملاء لحضرتك من المجتمع الحقوقي يعني بيقولوا، أنا بقول لك الرأي الثاني برضه. اللي هو إيه؟ زملاء لحضرتك من المجتمع الحقوقي، من الحقوقيين يعني، بيقولوا إن ده حق التظاهر. لا، التظاهر حق لا يجوز ان احد ينازع حد فيه. طبقا لالتزامات مصر الدوليه، مصر موقعه على اتفاقيه انه الناس تتظاهر. تتظاهر طبقا للقانون وتتظاهر سلمي. لا تعطل مرور ولا تقول لفظ نابي ولا تستخدم اي عنف ولا تلوح بعنف ولا تستخدم سلاح. ده التظاهر المثال اللي احنا عايزينه لمصر. وهو ده بقى حضرتك علشان انا مش واصلني دي. ايه اللي زياده في هذا القانون عن اللي حضرتك قلته دلوقتي؟ اولا طول الوقت بنتاخد ان احنا محتاجين للقانون عشان العنف الموجود في الشارع. العنف، انا اول بدايه انا عاوز اقول العنف اللي في الشارع اللي بتمارسه الجماعات الاسلاميه، اللي بيمارسوا الاخوان، اللي بيمارسوا اي قوه حتى ما نعرفهاش لسه، تفجيرات وعنف وارهاب، دي تنظيمها موجود في قانون العقوبات، الدوله تقضي عليه. التظاهر السلمي اللي حضرتك كاعلاميه ممكن تعمله في يوم من الايام قدام مكتب وزير الاعلام او تلفزيون او اي مكان، ده تظاهر سلمي حق لحضرتك. النهارده القانون بشكله الحالي سلب المواطن المصري، كل مواطن مصري اللي انا متاكد منه الصالح اللي هو هيحترم هذا القانون. يعني انا مختلف مع هذا القانون تماما، لكن انا لازم احترمه. لازم نبتدي تقول لي بقى من فضلك مختلف في ايه؟ ما هو ده انا عايز افهمه. انا لازم احترمه لانه قانون، وحتى لو بناضل عشان اغير القانون دوت او اغيره لازم بطرق سلميه. ماشي. الاخرين بقى اللي هم مش هيحترموا هذا القانون، ما اتصورش ان هم يدفعوا الدوله دفع انها تصدر قانون طوارئ في هذا الشكل. ده قانون طوارئ مش قانون تظاهر. ليه برضو؟ هقول لك ليه. لما نيجي نتكلم على اول، حضرتك رايك في المظاهر، في التظاهر السلمي ان هو يبقى ايه؟ التظاهر اللي حضرتك تقول عليه مظاهره. المثال يا فندم، انا ما قلت هو فندم التظاهر دلوقتي النهارده، انا بتظاهر دلوقتي لمطلب معين. هرجع لك يا استاذ محمد. تظاهر لمطلب معين، صح يا فندم كده؟ انا بتظاهر لمطلب معين دلوقتي. انا ماشي، اي رجل شرطه قائد في الميدان في الشارع بيحترم هذا التظاهر ايا كان نوع التظاهر. رجل الشرطه لا يبدا تدخل الا اذا خرج التظاهر عن مضمونه، عن سلميته. ما هو سلميته مضمون، سلميته يعني. يعني النهارده انا النهارده واحد ماشي في الشارع كسروا عربيه، كسروا محل، طب المواطن ده ذنبه ايه؟ المواطن ده ذنبه ايه؟ حضرتك لو انت سايبه عربيتك بره وطلعت لقيتها متكسره هتقول ايه؟ ما هو برضك فندم القائم على الامر مسؤول عن ده وده، مسؤول عن ده وده. مش معنى ان انا هديله حق تظاهر او ان هو بيعمل تظاهر وبيعمل شغب اخاف منه، لا انا مش هخاف. انا لازم افرض سيادتي على البلد. بالظبط. كان هسيب كل حاجه كده بقى يعني الصبح وبعد الظهر الجامعه شارع، لا لا، الامور كلها لازم بلد. انا بس عاوز اسال سؤال يا سياده اللواء، يعني عشان بس اتفضل سيادتك برضو ممكن تفيدني بيه. النهارده العنف والارهاب اللي موجود في الشارع والناس اللي بتخرج وبتعمل كل الاشياء المخالفه للقانون، هل في خيالنا وحضرتك الناس دي بكره الصبح هتروح عند مكتب وزير الداخليه وتقول له انا الصبح هطلع في جامعه الازهر اسد الشارع واحرق اتوبيسات، ولا مثلا الناس اللي بتحط متفجرات في الاكمنه هتعدي الصبح تقول له كذا؟ يعني انا مش انا متصور القانون ده بينظم مين. هو فندم القانون ده بينظم مين بالظبط؟ فندم النهارده ده سؤال كويس. اي فندم، اي تظاهر كويس بيبدا في الاول يقول لك سلميه، صح؟ يعني لما يشوفوا قوات الشرطه لك سلميه، هي 10 دقائق وتخش عناصر تتقلب لايه؟ لخارج السلميه.
يعني في عناصر اجراميه ممكن تخش هذه المظاهره تقوم بالسلب والنهب، في عناصر اثاريه بتقوم بالدفع المظاهره الى احداث ايه شغب. فطبعا هو التي طب هو رجل الشرطه هيقف يتفرج لا طبعا، بس الاستاذ محمد دلوقتي قال نقطه وجيهه الحقيقه. قال لك اذا انا عامل القانون ده علشان امنع تظاهر او انظم تظاهر البعض التابعين للجماعه المحظوره، فهو مش منتظر منهم وعنده حق، هم مش هيبعتوا اختار لوزاره الداخليه يستاذن. طب نعمل فين ده، نعمل ايه؟ ما هو ده دلوقتي هو لا ما انا بقول لك اذا ما هو جه الحل الاول بسالك دلوقتي، هو هذا القانون اذا معمول لكده فهم دول اللي معنيين او اللي مستهدفين بهذا القانون، هم مش هيبعتوا يستاذنوا من بابه. يتم ضبطهم يا فندم، يتم الضبط طبقا للقانون ده. طبعا لا طبقا لقانون العقوبات يا فندم. القانون ده بيدي غرامه، قانون العقوبات بتصل للاعدام. ما هو ده اللي احنا عاوزين نقوله. الوضع اللي فيه مهزله في مصر دوت وعدم الاستقرار والفوضى اللي موجوده في الشارع دي اللي كان يحلها التواجد الامني وتطبيق القانون على الجميع. يعني المساله اللي انا بخشاها انه يتحول الموضوع ان المواطن البسيط اللي عنده مطالب فئويه بسيطه اللي عاوز فعلا هو راجل سلمي ما هواش ارهابي ولا هو عاوز يحرق البلد، ده هو عاوز يعيش في البلد. أي. من حقه يتظاهر عشان يتظاهر، وده اللي هيلتزم بالقانون كويس. هيمشي طبقا بقى لعدد من الاجراءات اللي كانت تكون مستحيله. يلا نشوفها بقى ليه مستحيله. تمام اتفضل. اولا اول ملاحظه اللي انا عاوز اكد عليها انه ما هوش تظاهر، احنا بنتكلم على كل الاشياء السلميه اللي ممكن تخص كل المجتمع المدني بشكل واسع، يعني جمعيات واحزاب ونقابات مش هتقدر تتحرك من اللحظه دي الا لما تستاذن السيد وزير الداخليه او السيد مأمور القسم التابع للمنطقه اللي يعمل فيها الحدث ده. طيب. سواء كان اجتماع طالما انه اكثر من 10 اشخاص احنا بنتكلم على حاجه اكبر من التظاهر، ولذلك انا في اعتقادي ان هذا القانون بديل لقانون الطوارئ بشكل مستمر. دليل لي بقى. نخش على بدايه هي 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 الناس هتخطر الداخليه، هتخطر القسم اللي تابع ليه مكان الحدث التجمهر او المظاهره او الموكب مش كده؟ تمام. يا قبلها بثلاث ايام حد اقصى 15 يوم. أيوة. وفي حاله التجمع للانتخابات قبلها ب 24 ساعه. تمام مظبوط كده؟ تمام كده. طب كويس، ادي اول نقطه. الناس الاختار القسم اللي تابع ليه مكان الحدث. تمام صح؟ تمام. طيب. ده في مشكله النقطه دي فيها مشكله. طبعا فيها مشكله مجرد يعني اختار. احنا بنتكلم لو مجرد اختار انا كنت ما عنديش اي مشكله. انا همشي مع حضرتك ومع سياده اللواء نقطه نقطه. اصل انت اللي حضرتك بتقوليه ما هوش اختار، هنا جايز كاتبينه اختار بس هو مش اختار. انت بتطلبي الاذن لانه من حق السيد وزير الداخليه او من حق السيد مامور القسم انه يقول لك لا انا اسف. ايوه، ما هو هيبقى يبقى مش اختار. يبقى مش اختار هو لو ما عندوش الحق انه يرفض يبقى الاختيار ملوش معنى. هو ما هو جعل القضاء الامور القاضي الامور الوقتيه هو فيصل على الشرطه وعلى المواطن. يبقى السيد اللي هو مش اختار برضه. لا يبقى ده اذن، انت بتطلب الاذن بالتظاهر هو قد يسمح لك من اول. يبقى نتكلم. انا اسال سؤال يا فندم، انا كنت بقول تنظيم حق يا استاذ محمد. تمام. تنظيم حق التظاهر كويس. يعني انا عاوز انظم حاجه معينه، يعني النهارده انا هيخطرني مش لازم بيقول انا هعمل كذا. صحيح. ولازم اساله مين اللي طالع معاك ومع كام واحد وايه مطالبكم وكلام من ده وتروحوا ازاي وفندم، ولازم الحاجات دي كلها تتعمل كلها قبل كده يا سياده اللواء. انا كنت الكلام ده انا موافق عليه 100%. لو الكلام ده فندم كان لو انه هو اختار، لانه انا المتاكد منه ان اللي هيروح ويعمل اختار ويقدم صوره بطاقته ويقول انا هعمل وهسوي يبقى شخص عاوز يعمل مظاهره بشكل سلمي. طب ماله مش هيقدم لنفسه للعداله مثلا؟ طب هو الفرد يا فندم في المظاهره اللي بتبقى غير سلميه؟ لا هي سلميه المفروض تبقى سلميه. طيب. يبقى ليه يبقى انت النهارده بتقول للسيد وزير الداخليه انه تلقى ومن حقه انه يعترض. طب انت بتعترض على شيء سلمي والناس جايه لحد عندك ليه؟ ليه ما خليتش الامر بالاختار؟ يعني الناس طالما انها جت وقدمت كل اوراقها، لا انت علقت المساله دي على ارادتك. ما هو انا لو بختارك يا استاذ محمد عفوا ومش مستنيه ان ولا من حقك ترفض لي الطلب ده، يبقى ده انا بقول لك ليه اصلا؟ لا انت بتقولي لي لان انت انا ماشيه مثلا دلوقتي هلم ورقي عفوا الاختار. يعني عفوا مع كامل احترامي وهمشي خلاص. تمام. انا بقول لحضرتك ومش مفترضه ولا منتظره ان حضرتك من حقك ترفض لي اللي انا بقوله ده. تمام. هعرفك ليه. هو يا فندم المساله مش كده. لا ارد يا استاذ محمد، المساله مش كده. المساله طالما ان انا قدمت طلب فانا موافق
كلية على هذا القانون، ان هذا التظاهر سلمي، ان انا ما عنديش اسلحة، ان انا مش هستخدم اي الفاظ نابية. مش عارف وزير الداخلية لازم يكون حاضر. انا بختره، بقول له انا بعد يوم انا رايح اتظاهر، اعمل لي يوم، اعمل لي يومين. يا استاذ محمد دلوقتي يا فندم، بعد اذن حضرتك دلوقتي، هو النهارده ده المفترض ان هو يتقدم لو هو عاوز يعمل مظاهره كبيره او حشد كبير ويمشي في اتجاه معين. لكن بعد القانون اعطى للمحافظ ان يوضع عايد بارك، ان مكان للتظاهر يحدد كل محافظه بتحدد مكان للتظاهر يتم التظاهر فيه بدون اخطار. يعني هو عاوز يطلع يعبر عن رايه بدون اخطار، يروح المكان المخصص للتظاهر ويعمل اللي عاوز يعمله. لا ما فيش الكلام ده موجود يا باشا في الماده اهي، اللي هو ايه معي. اللي هو ايه سياده الحكم اللي هي الماده 15 قريته الحقيقه، وحتى افتكرت الفريق شفيق الحقيقه، تمنح امكانيه التظاهر لهايد بارك كده. مادة 15 من القانون تمنح إمكانيك التظاهر دونما يختار في أماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص تحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيما في عن الرأي دون التقييد والإخطار. طيب جميل، لمادة 15 يعني وقت النهاردة إذا كان الإخطار قيد على القائم بالتظاهر يروح في الهايد بارك ده يتظاهر بدون إخطار. ولا كلام ده يعني حلينا مشكله كده بخصوص الاخطار؟ لا، انا كنت اتمنى ان يبقى الاخطار، والناس طالما انها اخطرت هتلتزم بالقانون، واللي يخالف القانون يتحاكم. انا مش عاوز اخلي ان الشعب المصري في يوم من الايام يعاني من اللي عانى منه قبل 25 يناير. هذا القانون ملوش اي صله باللي عاوز يهد الدوله. طب يلا نكمل. القانون ده ليه علاقه بالناس اللي عاوزه تبني الدوله، الناس اللي عندها مطالب حياتيه. يعني انت حضرتك شايف ان القانون ده معمول علشان منع التظاهر السلمي؟ لا، القانون ده بيحط شروط، هتبقى المسألة بإرادة السيد وزير الداخلية أو السيد مأمور الاسم. يعني عاوز ييسر لي الأمور هيقول اتفضل تظاهر بكرة، عاوز يقول لي لا أنا مش موافق عليك وفي شروط أنت مش مستوفيها أروح للمحكمة وأجري على المحاكم. بيبقى الحق مثقل بعدد من الإجراءات اللي بيها يعني يا تقريبا. يا استاذ محمد هي مش كده يا فندم، هو حضرتك مشكورا بعز حضرتك كان اوضح الصوره افضل. اتفضل يا فندم. هو حضرتك اي واحد بيتقدم يختار الداخليه في حد ذاتها لا تمانع حد من التظاهر، لكن هو ساعات بيتخذ اماكن فيها خطوره في، لو الداخليه وجدت ان التواجد ده هيحدث فيه خلل تقدير السلم والامن هقول لك غير المكان. غير المكان، لكن انا مش همنع التظاهر. لكن النهارده ما جيش واحد يقول لي عاوز اخش في حته معينه انا مش عاوزين فيها تظاهر، يقول لك لا انا عاوز الحته دي. طب ما انا برضك ليا حق ان انا برضك انظم الحق. ايوه يعني هي الموضوع برضك مش هو الحق مش مفتوح. ادي اول نقطه الاستاذ محمد طرحها، اعتراض حضرتك على حق الداخليه في الاعتراض. يعني كان يجب ان الموضوع يكون حق للمواطن. الاعتراض يا فندم، الاعتراض يخضع لقاضي الامور الوقتيه يا استاذ محمد. يبقى الداخليه اللي تروح يا سياده اللواء. انا مش عاوز اثقل المواطن باجراءات قضائيه ويروح يصرف فلوس ويروح يدور على محامي. طب قانون التظاهر اللي موجود في الدول، يعني في الديمقراطيات العريقه الكبرى، هل بالاختار دون انتظار الموافقه من عدمها؟ بتدي اختار وبعد عدد من الايام والناس عارفه القانون. معلش ارد عليا لان انا عارفه الاجابه. لا انا عارف الاجابه برضو. طبعا الناس بتختر وفي المكان المخصص بيروح في الميعاد المحدد. اه بس الناس لازم ترد عليها بالموافقه. لا انا عندي ميعاد الزامي لازم يوافقوا عليه فيه، لو هم عندهم اعتراض هم اللي يروحوا المحكمه. الامر هنا انعكس، المواطن هو اللي يروح المحكمه. فانت بتكلف المواطن باجراءات قضائيه وماليه واداريه، كنا نتمنى ان تيسر على المواطن. ده مواطن عاوز يتظاهر بشكل سلمي، انت بتعقد الامر ليه؟ ليه بتخليه هو اللي يجري ويلف حوالين نفسه والداخليه تعترض عليه تقول له احنا رفضنا خلاص؟ ده اجراءات. يعني انا كنت اتمنى طالما ان احنا داخلين في الحق والمواطنين اللي هيروحوا لحد وزاره يعني الداخليه، يعني في حدود علمي المتواضع ما بين قوسين ان قوانين التظاهر في الديمقراطيات الكبرى اللي بتنظم حقوق المواطنين في التظاهر السلمي، طبعا في التظاهر يعني، فبالتاكيد يعني طبائع الامور الاصل في الاشياء ان التظاهر سلمي. صحيح مظبوط. صحيح صحيح. طيب في حدود علمي المتواضع يا فندم ان الداخليه بالضروره ترد بالموافقه او لا؟ لا، وتروح المحكمه بقى لو هي رفضت تروح للمحكمه. هي النهارده عكست الامر. هيبقى عندها يا فندم مبررات. النقطه الثانيه
لا هو الاستاذ محمد بيفترض ان الداخليه ممكن ترفض لان مثلا من غير مبرر من اي سبب حتى لو لسبب جدي حتى لو لسبب جدي هي تروح المحكمه يعني دي اجراءات دوله حتى لو سبب جدي هم تروح هم يروح المحكمه يعني لو يتظاهروا بالاسلحه في الشارع الاسلحه بقى احنا اتفقنا دي تظاهرات سلميه لا ليه ما اتفقناش ولا حاجه احنا اتفقنا منين يا فندم اي حد هيروح يقول للداخليه انا عاوز اتظاهر يفترض انه موافق على هذا القانون بالكامل ليه؟ ده عنده عرفنا منين يا فندم هو بمجرد تقديمه للطلب ده مواطن رايح يتظاهر الى ان يثبت العكس احنا ليه بنعتقد ان طبعا عندي مظاهره لو قرينا الماده العشر يا استاذ محمد عندي مظاهره عفوا يا فندم عندي تظاهر خارج مثلا اهو مثال اهو عملي علشان يبقى واضح برضو للناس احنا بنتكلم في ايه عندي تظاهر خارج مثلا من حزب الوسط كويس كويس حزب الوسط مش اخوان بس بيحترموه ده هو اخوان طيب ما انا عارف ما انا بقصد ايه ان انت دلوقتي ان مش بالضروره الشرط اللي حضرتك قلت شريطه ان شيء طبيعي مشروط ان اللي هيروح يتقدم يبقى قطعا هو عارف هذا القانون كويس. وبالتاكيد مظاهرته سلميه جبنا التاكيد ده منين يفترض في الناس البراءه يا فندم الى زوجة العكس يفترض يعني انت عاوزه تتهم الشعب المصري كله ان رايح لا لا انه مش عايزه بتاع اسلحه وارهاب لا, لا طب. الناس رايحه تقدم على طلب من حقها انها تتظاهر الداخليه من حقها انها تعترض وتروح للمحكمه تقدم الاسباب الجديه امال احنا عطلانين فين بقى المواطن هو اللي يروح المحكمه حضرتك عايز الداخليه هي اللي تروح طبعا اوكي النقطه اللي بعدها يا سعاده الباشا انا برضك عاوز اقول للاستاذ محمد في النقطه دي مهمه جدا الداخليه فد مش عاوز تخش مع حد في صدام اطلاقا الداخليه صحيح في الفتره دي بالذات هي محتاجه مسانده الشعب كاملا كويس مش عاوزه تخش مع حد في صدام وهي يوم تقول لواحد لا هتقول له لا وعلى العلن او حتى من قبل ما هو بيقدم كويس ليه؟ لان احنا في الداخليه مش عاوزين نخش مع حد في صدام وانا بس ارجو من التظاهر انا ليا رجاء كمواطن يعني احترم الشعب يعني النهارده لو في مثلا تظاهر مثلا معين من قطاع من الدوله في الصحه في التربيه والتعليم في اي كان الجهه انا طالب من المسؤول هذه الجهه نتصدى للتظاهر ويقول المشكلة 1 2 3 4 حلها 1 2 3 4 ويشوف مشاكل الناس يا فندم ويشوف المواطن يحس ان نتيجة تظاهره أثمرت يعني هو المواطن يا فندم عاوز يصل طبعا بالتظاهر طبعا بتاعه طبعا إلى سماع شكواه إلى سماع شكواه طبعا مفترض في الجهة اللي هي بتظاهر ضدها تسمع شكواه وترد على الرأي العام وترد على الرأي العام طبعا تقول له والله المشكلة ديت هنحلها كمان سنة هنحلها كمان سنتين بالظبط المواطن إذا شعر يا فندم أن ما يتم لصالحه هيستمر هيقتنع بأن الكلام اللي بيتقال له يعني النهارده لو جينا نتكلم في مشكلة إسكان أو مشكلة تشغيل الطابور البطالة صح؟ ما أجيش أقول لهم أنا هخلص هعمل 200,000 300,000 مليون وظيفة في 6 شهور المواطن يحس ان هو نفسه ايه 6 شهور ده كان الحالة يعني مش ماشي لكن لو قال له مثلا هعمل في شهر كذا كام وظيفة في قطاع كذا وكام وظيفة في قطاع كذا لو يبدأ عنده جدول الزمن يعني عنده جدول الزمن اللي يعني بيه المواطن المواطن يحس ان شكواه لها صدى لو هو عارف ايه اللي بيحصل الشهر ده وايه اللي بيحصل لكن هم الحقيقة ما عندهمش اجابات النهارده يا فندم الصدى العام دلوقتي الصدى العام لاي مواطن بعد ثورة 25 يناير عاوز يقول لك عاوز حقك اعمل تظاهر واعتصم هيحل لك مشكلتك يعني هو يقين في ايه في داخله لكن انا بتكلم دلوقتي احنا عاوزين نتصالح مع الناس اي واحد يبقى بيتظاهر عاوز حاجه معينه بيطلع اكبر مسؤول في ذات التوقيت بيقول المشكله دي عباره عن 1 2 3 4 حلها هيستغرق شهر 2 3 واحنا حلينا من المشكله ديت جزء معين اه يا فندم لو عندهم الاجابات اللي حضرتك تفضلت دلوقتي وقلتها كانوا خرجوا على الموظفين يا ما نفسي انا نفسي فندم انا والله نفسي برضه النقطة الثانية يا فندم النقطة الثانية عشان دلوقتي ما ياخدناش بس طيب. وما تشوفش مشاكل العشرة اللي بيتكلم فيها ست الوزير ست اللواء اللي هو بيتكلم على انه يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع او الموكب او التظاهر على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم احنا بنتكلم على معلومات جدية او دلائل يعني دي كلمات يعني ممكن نقول ان صعب ضبطها يعني حاجه دلائل ممكن دلائل تطلع حقيقيه
وممكن ده انا حضرتك في دي صياغه مرتبطه فعلا. ما تركها فاد بالقاضي الامور الوقتيه للقاضي يعني هو اخضع الشرطه بضك للقضاء. يعني 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 الداخليه ماشيه منفرده بالقرار. يعني اخضعها لقاضي الامور الوقتيه ان هو يصدر قرار فيها او تقدير الخطر. يعني يعني الشرطه هتعرض الخطر ايه وهو القاضي هيقدر الخطر. لا من غير القاضي دلوقتي ده هو بيقول ان كده. حق الرفض مع عدم الاخلال باختصاص محكمه القضاء الاداري يجوز لمقدم الخطر تقديم تظل المحكمه الاداريه طيب بعد ما على ان يصدر قراره على وجه السرعه. يعني دي برضك يعني هي الماده بتقول كده 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 كمل يا فندم. احنا بنتكلم بعد كده في الماده ال 11 بتتكلم تتولى قوات الامن في اطار الاجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنه المنصوصه عليها في الماده التاسعه اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتامين الاجتماع العام او الموقف او التظاهر المخطر عنه والحفاظ على سلامه المشاركين والارواح. واذا صدر خلال الاجتماع كويسه دي ولا ايه؟ ما هو دي بقى ماده. اذا صدر خلال الاجتماع العام او الموقف او التظاهر اي فعل من المشاركين فيه يشكل جريمه يعاقب عليها القانون او الخروج عن طابع السلم للتعبير عن الراي يكون لقوى الامن بالزي الرسمي وبناء على امر القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام او تفريق الموكب او التظاهره والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمه. ويجوز لمدير الامن المختص مكانيا قبل الفض او التفريق او القبض ان يطلب من قاضي الامور الوقتيه. دي يعني دي جزئيه برضو ان هنا خلاها يجوز. يعني احنا بنتكلم على عملية الكل حاضر فيها الداخلية والقضاء، لكن جه عند ان القاضي يكون حاضر المسألة قال لك يجوز بقى يجوز لمدير الامن المختص مكانيا قبل الفض او التفريق او القبض ان يطلب من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة. ايوه يا فندم علشان ده هنا في حالة ان الحدث دلوقتي اللي كان سلمي تحول لغير السلمية. انا بتكلم ان الحدث ده معلوم لازم قانونا يقول لك يجوز علشان يلحق الممكن ويجوز ان هو يعوز يلحق ارواح الناس اللي في الشارع الاول. احنا بنتكلم برضه مش معقول ده برضه يبقى غلط. انا مش غلط. انا مش بتكلم ان يجوز النهارده انا كنت اتمنى ان الكلمه تبقى يجب مش يجوز. لا بعد اذنك ده امر اختياري ان هو يجوز انه يجيب الناس تحضر الفعل الفض دوت. احنا بنتكلم على واقعة طالما ان احنا عملنا شيء والزمنا له القانون وعملنا له شكل ضمانات ان في محكمه وقتيه. لا يا فندم معلش عفوا دلوقتي يا استاذ محمد في حاجه دلوقتي بره المنطق العام. دلوقتي انا قلت ماشي لتظاهر سلمي. هذا التظاهر قلب عنيف تمام. ومسلح فجاه كويس انت حضرتك مش عايزها اجازه عايزها وجوبيه اللي هي ايه قاضي ان جهه العداله تكون موجوده مش احنا اشترطنا من البدايه. يعني انا اروح اجيب قاضي دلوقتي يعني انا هو القاضي موجود اصلا وحاضر ده في قاضي امور وقتيه هو اللي مديهم اذن بكده. يعني ليه نخليها يجب ويجوز ليه ما تكونش يجب؟ هي وجوبيه. لا هي جوازيه هنا انا هخليها وجوبيه بقى يفترض واسيب بقى المسلحين اللي فجاه ظهروا لي في الشارع. اصل يا فندم مثلا منطقه زي المهندسين مثلا يعني كويس. على سبيل المثال انا بذكرها بالتحديد لان انا شفتها بعيني وانا جايه على شغلي هنا شفتها بعيني يوم 6 اكتوبر تحديدا يوم احتفال 6 اكتوبر اللي فات وكل زمايلي شافوها يعني كل اللي متحركين من المهندسين في طريقنا لمدينه الانتاج الاعلامي فبنعدي اللي حتى مش ساكن في المهندسين بياخد نفس الطريق. المهم ان انا شفت في البطل احمد عبد العزيز الناس ماشيه اللي هم تابعين يعني ابناء الجماعه المحظوره بقالي وضربوا في كل المحلات وقع قصاد عينينا ناس وقعوا قتلى. انا اروح اجيب قاضي بقى؟ انا اروح اجيب قاضي قبل ما اتصدى انا كامن بقى؟ يعني انت عاوز حضرتك تفهميني أنا بسألك اللي حصل في سؤال. اللي حصل في المهندسين ده يا فندم انا بسالك سؤال اللي حصل في المهندسين هو ده مثال يا فندم كانت وزاره سلميه؟ الله وهو ده دلوقتي والناس اللي فيها مجهولين الهويه وهي النقطه دي بتتكلم على المتظاهرين. انا بتكلم هنا انا بتكلم هنا على ناس انا بتكلم دي على ناس النقطة ممكن اللي احنا بنتكلم انا بتكلم على ناس زي حضرتك بالظبط وزي لا هيروحوا يقدموا طلب بمظاهره زي حضرتك ولا زي انا بتكلم على النقطه دي ايوه مش على القانون عامه تمام. انا مش بتكلم على عموم المواطنين المصريين اللي عندهم رغبه في التظاهر. يعني انت عاوزه طول أنا الوقت بتكلم عن النقطة وزاره الداخليه والناس يخبطوا في بعض؟ لا سياده اللي هو بيقول لك عاوزين نبعد عن المشاكل. يا فندم انا لو عايزين نبعد عن المشاكل دلوقتي يخبطوا في بعض. طيب احنا محتاجين كده مش عايزه كده خالص محتاجين. انا بتكلم على النقطه دي يا فندم كويس استاذ محمد. انا بتكلم على النقطه اللي حضرتك لسه قاريها بنفسك دلوقتي اللي هي ايه يا فندم؟ اللي حضرتك لسه قاريها يا فندم اللي هي يجب ولا يجوز؟ يعني انت مش عاوزه طب خلاص ما نشطبها خالص في حاله التعامل من الداخليه للمواطنين يا سيدي الفضل. انت ليه ما ردتش على المثال اللي انا قلته؟ انا انت مش عاوزه تصدقيني ان انا ماليش علاقه بالمهندسين ولا اللي حصل فيه. دي مجموعه جرائم مهندسين شبرا
دي مجموعة جرائم يا أستاذة. مظاهرة كانت يعني سلمية. أنت عارفة الناس بتوع شبرا دول ولا المهندسين أساميهم إيه؟ وساكنين فين؟ وشعاراتهم كانت إيه؟ ماليش دعوة، أنا ليا دعوة بإن في سلاح طلع بيهدد أرواح مواطنين في الشارع. أنت بتكلميني حضرتك على إن دي مظاهرة سلمية وأنا بدافع عنها. يا فندم اللي حصل في شبرا، اللي حصل في شبرا واللي حصل في بطل احمد عبد العزيز دي جريمة واجب على الداخلية انها تقبض على الناس دي وتقدمهم للعدالة. تيجي نقرا النقطة دي تاني بعد اذنك؟ اتفضلي يا حضرتك. لا حضرتك ممكن نقراها تاني عشان نفكر الناس احنا بنتكلم على انهي نقطة بس. طيب. تحديدا بنقول إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي. إذا أيوة مش كده؟ أيوة تمام. يعني إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي، يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة الغير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضي أمر على وجه السرعة. رد السيد اللي هو على حضرتك معترض على حاجة. والله هو فندم الأستاذ محمد شخصية فاضلة بيتكلم على الأمور العادية كويس، لكن ما يحدث دلوقتي هو أمور غير عادية. بمعنى النهاردة يا فندم كل واحد معاه موبايل بيصور الحدث، في القنوات الفضائية موجودة في أي تظاهر كويس. النهاردة عشان النهاردة مصر موضوعة تحت بؤرة الاهتمام الدولي، بيساعدوا هم الحاجات دي بطريقة أن الشرطة بتستخدم العنف مع المتظاهرين، بالرغم أنه هو هدف المتظاهرين في تلك الآونة هو جر الشرطة إلى أعمال عنف عشان يقع منهم ضحايا، يتم تصعيد الأمر للخارج وإظهار أن في قهر واستقصاء. الشرطة بتحاول أن هي ضبط النفس في التعامل، بيتم عمل باستناد هذه المأموريات لقادة على مستوى الحدث، عندهم صبر في الأداء، عندهم جدية في الكر والفر، عندهم كل مهارات الفنون القتالية. النهاردة ساعات بتيجي الأمور فيها شخصيات عامة مثلا ممكن تكون ماشية في التظاهر ويحصل تجاوز. أنا النهاردة عشان أنا مطلوب أتدخل عشان أمنع هذا الحدث كويس، بتبدأ الأمور بسيطة ثم تتصاعد. إذا وجد دلوقتي أن أنا أجيب النهاردة القضاء النهاردة عشان يجي يشوف التصعيد عشان ما يقولش أن إحنا تجاوزنا فين في الحاجة، لما يكون الأمور تحت السيطرة، مش الأمور بقى فلتت، لا تحت السيطرة بردك، ممكن أجيب قاضي الأمور الوقتية يشاهد الخروج على الشرعية عشان لما يبقى فيه تعامل يبقى هو الشاهد. خروج على السلمية. نعم؟ عن السلمية. عن السلمية، خروج عن السلمية هو عشان يقر هذا. زي مثلا أنا لما أكون مثلا رايح أضبط شخصية ولا حاجة، أنا كضابط مباحث بجيب معايا شخصية قضائية. تمام. عشان ما يقولش إن إحنا تجاوزنا وعملنا كذا، يبقى هو شخص محايد في الضبط. هو مقصود من هذا إن بيجي شخصية قضائية محايدة تشوف التجاوز وتخدر حجمه عشان تسمح للقوات تتعامل مع هذا التجاوز. كويس. إذا ما كانت الأمور تحت السيطرة. أما إذا خرجت الأمور تحت السيطرة فالقانون الداني إزاي يتعامل؟ مش يعني من غير يعني تحت السيطرة، يعني حضرتك بتقصد إذا كان في وقت متاح يعني؟ وقت متاح عشان يتم فيه التفاوض، يتم فيه الإنذار، مش هيحصل فيه خساير يعني خساير. على ما تيجي غدا. كويس. يعني دي بس عشان الأستاذ محمد بيتكلم الأمور الطبيعية. الأمور الطبيعية مثلا تظاهرة معينة، السياق الطبيعي. طيب. لكن ما يحدث وقت غير سياق غير طبيعي. النهارده أي واحد ماشي عربية ماشي يكسرها، محل ماشي يكسر، طب وإحنا ماشيين، طب ما صاحب الشأن ده يقول لك طب فين الدولة؟ الدولة ما بتعملنيش ليه؟ ما هو لازم برضك نبص للدولة دي إن ده بتاعها وده بتاعها. طيب. لكن النهارده المواطن يخرج يلاقي عربيته متكسرة، طب ما هو هينتقل لخصم للدولة. ممكن بعد كده ينزل هو ضد الدوله في المظاهره. ما حمتهوش. نعم. فلازم برضك يبقى في يعني ايه؟ احنا عاوزين بقى يعني ايه؟ يعني
يعني كفانا جدلا، كفانا جدلا، احنا عاوزين حتى عاوزين نعدي المركب بتاعتنا عشان تنتقل المرحله الانتقاليه دي على خير، وترسل المركب ونعد ونعدل كل حاجه برضك لما فيه الاحسن، لما فيه الاحسن. ده اللي انا شايفه، يعني نفسي الجدل الكثير ده ينتهي ويسيبوا البلد تشتغل، عشان احنا عاوزين عمل، عاوزين يا ريت الناس النشطين دولت يقولوا لنا ازاي نحل المشاكل، ازاي طب ازاي نظبط الشارع، ازاي نتعامل مع التجاوز، يقولوا لنا ازاي نتعامل مع التجاوز. انا مستعد النهارده اي ناس من الجهات النشطيه السياسيه يقولوا كيف نتعامل مع التجاوز، كيف يشعر المواطن العادي اللي ليس له في السياسه ان هناك سياده للدوله، سياده للدوله، يقول لي نعمل ايه، يقول لي نعمل ايه اذا والله اذا اقترح علي علينا الكلام الصح، ايه المانع كنا ناخده؟ طبعا انا ما ليش دلوقتي ما فيش حد عرض رؤيه كيف يتم ضبط الشارع، يعني من كل المعارضين ما حدش قال كيف يتم ضبط الشارع. اللي هو طب ايه رؤيتك؟ طب انت ضبط الشارع نضبطه ازاي؟ يعني ازاي نضبطه؟ شوف بقى يبقى ضبط الشارع ده، يعني انا كراجل غلبان متواضع، لا يعني انت ستك حلوه وخدمت في الوزاره سنين طويله، يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ضبط الشارع ده لابد ان يطبق القانون على الجميع. طب ما طبقتوش تاني حاجه، ما هو يعني احنا عندنا الوقت بقى لنا سنه تقريبا، مش سنه، احنا قعدنا فتره طويله قانون طوارئ، ثلاث شهور الفتره الاخيره، وبقى لنا ثلاث سنين بنعيد في الشرطه وهيبتها مره ثانيه والجيش بيسندها. طب ايه السبب انه الشرطه ما رجعتش الامن في الشارع؟ هل القوانين ناقصه؟ لا لا احنا عندنا 66,000 قانون، مش مع قانون ترسانه قوانين، يعني بتوصل لاداء. انا ارد عليك يا استاذ محمد، اولا فندم الشرطه هي انعكاس لكل افراز سلبي في المجتمع، بمعنى النهارده لو في مواطن دخل مستشفى يتعالج معاه مريض تعبان ودخل استقبال ولم يجد حد يقوم له بالخدمه المطلوبه، بيكسر الاستقبال. كويس؟ واحد عاوز دخل ابنه مدرسه يقول له لا مش خش مدرسه، يخش مدرسه. انا الامن يا فندم، الامن له دور محدد في التعامل مع الناس، لكن لو كل وزاره قامت بدورها الحقيقي بالظبط وانهت مشاكل المتعاملين معاها، يعني انعكس على الامن بنسبه 100%. يعني النهارده لو كل واحد زي ما قلت لحضرتك اي مشكله في اي وزاره بيتصدى لها الوزير او يتصدى لها المسؤول ويحلها، انا بشيل الاحتقان من الشارع. لما انا احقق الامن هزود الاستثمارات، هيبقى طابور الاطاله. طيب انا بس يعني لا احنا قاعدين نتمنى مع بعض كلنا، ما احنا بنتمنى زيك. لا لازم النهارده الوضع ده مش كل حاجه، مش انا مش طب هنعمل ايه؟ طيب لازم الجميع يتكاتف. السؤال احنا عاوزين المخلصين من ابناء هذه البلد ان هم الناس تؤازرها، عشان احنا البلد عاوزه همم الرجال يا فندم، البلد في الفتره دي عاوزه همم الرجال، همم الرجال واخلاصها لله سبحانه وتعالى، اخلاصها للوطن، عشان نعدي هذه الحقوق. طب يعني لانها طالت شويه. رؤيه معاليك بالنسبه لهذا القانون المحترم، هو ده اللي هيرجع الامن للبلد؟ ولا يا فندم، انا قلت اللي يرجع الامن للبلد ان انا احل احتقانات في الشارع. ايوه احل كل مجرد احل المشكله من اساسها. من اساسها. مظبوط. يبقى حضرتك من الصبح يعني عندك وجهه نظر ضد وجهه نظر، وسياده اللواء اكد على جزئيتين انا اتكلمت فيهم، الاولى انه وجود القضاء مهم علشان الشرطه ما تتورطش. الحاجة التانية ان المشكلة مش قانون، المشكلة مش قانون، المشكلة اللي احنا بنعيش فيها ان احنا عندنا احتقان في البلد. في يسمح بالوقت الحدث اللي خرج عن السلمية، اذا انا عندي وقت. لا انا مش بتكلم على السلمية ولا قانون التظاهر، اللي بيحصل في البلد، والارهاب اللي بيحصل والتجاوزات اللي بتحصل، اذا مفيش وقت فلح الارواح. انا بتكلم على اولويات. لا انا بتكلم بشكل عام على المشاكل اللي احنا عايشينها من بعد محمد مرسي لحد النهارده، والانفلات اللي في البلد، والناس اللي عاوزه تهد الدوله المصريه. المساله مش قله قوانين، احنا يعني عندنا 66,000 قانون. المساله تفعيل. المساله تفعيل. قانون التظاهر مش هيكون اسوء من قانون الطوارئ، ما قانون الطوارئ طبق ثلاث شهور، ما بطلتوش ليه العنف والارهاب وقبضتوا على المتجاوزين؟ عشان ما تمش استخدامه في حاجه. لا يبقى ده سؤال غير الاقامه. يبقى ده سؤال يتوجه لوزاره الداخليه، لا يتوجه لحد للناشطين، لا النشطين السياسيين ولا الحقوقيين ولا الشخصيات العامة. انا بقول لحضرتك في جهة أمنية، مسؤولة داخل الدولة انها تعيد الأمن. خليني بس افكر نفسي وافكر حضراتكم ان الرئيس الأسبق مبارك بيحاكم الآن انه قصر في حق الشعب المصري، وانه محاكمته بتتم على انه لم يتخذ من الإجراءات طبقا لمقتضيات وظيفته انه يحمي المتظاهرين. بنفس المنطق وبنفس الطريقة واجب على السيد وزير الداخلية، واجب على السيد رئيس الوزراء
ان يحل مشاكل المصريين كلهم اللي اتكلم عليها ست اللواء، في التعليم، في الصحه، في الصناعه، في الشقق، في الوظيفه، في كل حاجه. مفيش خلاف ابدا يحل المشاكل طبعا. علشان انا وجهه نظري، من وجهه نظره، القانون ده مش هيحقق الاستقرار في مصر طالما ان هو الحل الامن الوحيد. انت بتصدر وزاره الداخليه للمشهد، يا وزاره الداخليه عندك ناس متظاهرين يروحوا يقدموا طلبات وينزلوا، الناس غضبه عندها مطالب، المطالب مش هتتحقق، الناس هيستخدموا العنف، الداخليه تجري وراهم، محاكم دايره مفرغه من العنف والعنف المضاد. ده ما يحلش مشاكل البلد. اللي يحل مشاكل البلد تتحل المشاكل من جذورها، ما هياش مجرد عدد من نصوص القوانين الناس هتخاف. بس حضرتك قلت في الاول ان قانون التظاهر، بص حضرتك، قانون التظاهر انا مش 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 دفاعا عنه، احنا كنا بنتكلم في نقطه واحده فقط، ترتيب الاولويات، ان انا امشي باجراءات معينه لو عندي وقت، انا كامن يعني لو عندي وقت، او احمي الارواح. انت قصدت اختيارين دلوقتي في لحظه، مش ده الاساس ولا ده كل القانون، انا بتكلم في لحظه بس. على كل قوانين التظاهر اللي بتحكم الدول الكبرى اللي احنا بنقول انها ديمقراطيه، وان احنا بنقول انها عندها درجه أكبر من الوعي والاهتمام بحقوق الإنسان. الخلاف الأساسي ما بين هذا القانون في جملة واحدة وبينهم إيه؟ يعني الدول الكبيرة مشاكلها أقل. أيوة طبعا. الناس لما بتخرج وبتتظاهر وبتطلب للتظاهر، يعني الناس حتى بتتظاهر على الرفاهية. أيوة. إحنا عندنا الناس يعني بتتظاهر علشان أنبوبة بوتاجاز ورغيف عيش ووظيفة ودواء، صح، حاجات حياتية. لما تدخل المتظاهرين الغلابة، أنا مصر أن القانون ده معمول للغلابة المسلمين، الناس اللي عاوزين يعيشوا في البلد دي وعاوزين يبنوها، لما تحط دخليهم حضرتك أن الفقرة كلها كانت عشان جملة حضرتك دي. في إيه؟ علشان يوضح بس. لكن الإرهابيين واللي عاوزين يكسروا البلد مش هيلتزموا بيه ولا يحترموه. واي حد هيعتقد ان الناس اللي عاوزه تدمر مصر وعاوزه تهد البلد هيقفوا الصبح طوابير على اسامي الشرطه يقدموا طلب بالتظاهر، لا مش هيعملوا كده، ده يبقى كلام مش مظبوط. ولذلك القانون وسيله ماهوش غايه. القانون وسيله للتنظيم طبعا، ما يبقاش وسيله انك تخوف البواب وتخوف العامل وتخوف الست الكبيره انها تروح تقدم طلب للتظاهر عشان عاوزه معاش. خلي الامور ميسره على العباد، علشان يفترض الدوله المصريه في اللحظه دي تاخد الشعب المصري في ظهرها يحميها. احنا داخلين على حرب حقيقيه، لما تيجي تعادي قطاع كبير من المجتمع وتقول اصل دول ناس بيطلبوا يعني شروط تعجيزيه، او ناس دي طالبه رفاهيه، او ناس مش عاوزه حد الناس تحس عليها، ما ينفعش. الشعب المصري خرج على الثوره على محمد مرسي مش عشان حاجه عاديه، خرج عشان الحريه والعداله الاجتماعيه. لازم جواب نجاوبه بكل امانه، هل حكومه الدكتور الببلاوي واللي عملناه من 30/6 لحد النهارده حقق الحريه والعداله الاجتماعيه؟ طب بتكبت الناس ليه؟ ده قانون تظاهر بتاع محمد مرسي ربما كان افضل من ده وكلنا وقفنا ضده. لا معلش، انا معاك تماما في كل اللي حضرتك قلته لحد الجمله الاخيره دي، ومش مختلفه مع حضرتك فيها، لان حضرتك مش لا وكنا ضده. خليني اقول ان لان للاسف يعني احنا وقتنا خلص، لكن خليني اقول ان الشعب المصري احنا لما نزلنا في 30/6 ما نزلناش عشان ضد محمد مرسي، احنا نزلنا علشان ما ينفعش مصر العريقه العظيمه يحكمها اخوان وتنظيم ارهابي دولي. اسقطنا نظام الاخوان والتنظيم. انا ما اختلفش مع حضرتك، انا بقول لك حريه وعداله اجتماعيه. جميل. كانوا منعنا من الحريه والعداله الاجتماعيه، سرقوا البلد ونهبوها واضاعوا الحريات. انا بشكر حضراتكم، شرفتونا. الوقت للاسف يعني خلص. معلش ست اللواء، اسمح لي، معلش سامحني. ست اللواء استاذي واخويا والله. يعني انا مش مختلف اكيد مع الحريه والعداله الاجتماعيه في الثورتين انا نزلت، انما انا بتكلم على فكره بس ان مش محمد مرسي هو المشكله. محمد مرسي يعني يرمز لتنظيم الاخوان اللي مصر سقطت في ايديه ثم اسقطته بعد كام و 80 سنه. حضراتكم شرفتونا سياده اللواء، شرفتنا يا فندم. استاذ محمد شرفتنا، شكرا على وقتك، شرفتنا. مشاهدينا شكرا لحضراتكم، زملائي وزميلاتي، اسره برنامج صفحه جديده، كتر خيركم على مجهودكم، ومن هنا لحد ما نشوفكم في مره جايه باذن الله في صفحه جديده. تحياتي.